containing. البلد بيحتوي على الهارمفول وستس، يعني المواد المؤذية. خلاص ده الدم، احنا دلوقتي بنتكلم على الدم. انترز بتدخل في الكدني، يبقى البلد اللي مليان مواد مؤذية بيدخل في الكدني ثرو من خلال الارتري اللي هو الشريان. ويل حيث ذا بيور بلد، البيور بلود يعني تنقية الدم، ليفز كدني او الدم المنقى بيخرج خارج او بيرحل من الكدني من خلال الفينز، زي ما احنا قلنا ذات كاري بلود، واللي بتحمل البلود للهارت والهارت بيوديه لكل البادي. ده خلاصة الكلام. How can the body get rid of some، ازاي ان البادي بيتخلص من بعض الاكسس سوليوت الملح الزيت ثرو سكين، من خلال البشرة بتاعتك. تمام. The body can get rid of some excess solute، السوليوتس من الأملاح الزايدة بيتخلص منها، and some other excretory produced. طيب هنا بيقول لك ان انت بيتخلص من الملح الزايد وعندك excretory other، يعني عندك اخراج اخر عن بينتج عن طريق produced، يعني بينتج من خلال باي سيكريتنج سويت، بواسطة افراز العرق. احنا قلنا سيكريت يعني سيكريت، تحط عليها اي ان جي هتبقى سيكريت، يعني افراز العرق. فروم سبيشال جلاندز يعني من خلال غدد خاصة ان ذا سكين، في دي احنا قلنا عليها في البشرة بتوضع السويت جلاندز. بيقول لك دينو، هل تعرف ان المان الانسان نيد بيحتاج تو درينك، ان هو يشرب 2 لترين اوف ووتر من المية ديلي يعني يوميا، وايل بينما هي انشا تصوير اكسكريتنج او اكسكريتس، يعني ايه اكسكريتس؟ يعني بيفرز اباوت قد ايه 1.5 يعني لتر ونص من اليورين، يورين بير دي يعني من البول خلال اليوم. الدكتورز الدكاترة كان اسمول دايجنوز، يعني بيشخصوا الميني دايسيس يعني كثير من الامراض، باي من خلال اكس امايننج يعني من خلال فحص، يبقى بيعرفوا الامراض كثير من الامراض من خلال فحص الريبورت اللي هو الشيت ده اللي بيجي لك عشان نتيجة التحليل فيه، بيبقى بيعملوا اكس مينينج بيفحصوا الايه اليورين، اليورين ايه اسموها لانالايزس يعني من خلال فحص الانالايزس يعني البول، يبقى يورين اهي، يبقى من خلال اليورين analysis يعني التحليل بتاع البول، يحللوا البول، ياخدوا العينة من البول ويحللوها عشان يعرفوا جوه البول ده الكدني فيه سموم ايه عند الانسان. بيقول لك البلودي بيقول لك اليورين اللي بيكون فيه دم، بلودي يعني دموي، بيكون اندكتس يعني ايه اندكتس؟ دي يعني ان هو بيكون اشارة او دلالة ان طالما الدم البول بتاعك فيه دم، ان في انفكشن يعني انفكشن في عدوى of the urinary tract في الجهاز البولي بتاعك خلاص، او في المجرى بتاعك with a disease يعني في مرض، يعني يبقى فيه عدوى بالمرض طالما الدم بتاعك فيه البول بتاعك فيه دم خلاص. طيب بيقول لك قسمها كده لداي دايزست المريض اور انجورد كيدنيز، يعني انجورد يعني الكليه، انجورد يعني لوحدها يعني مصابه، يبقى انجورد كيدنيز يعني الكلية المصابة، نقسموها الان وجور و
ايدي، يبقى injured kidneys يعني الكلية المصابة، اللي هي renal failure يعني برضو الكلية المصابة دي. خلاص المريض بالكلية المصابة may ربما causes poisons او poisoning، يعني بيسبب ربما ان هو يتسبب له في التسمم، تمام، لان هي الكلية وظيفتها ان هو يصفي لك الجسم من من السموم من البويزونز، تمام. عشان كده لو كانت عندك الكلية بايظة يبقى اللي هي injured خلاص، او هي renal خلاص، بتبقى ساعتها اسموها renal لو انتوا عايزين تحفظوها renal failure، تمام. لما بتبقى مصابة بتبقى ساعتها انت هتتسمم، عشان هي هتبقى واقفة والسم هيخش في الدم. طيب احنا مش عايزين نتسمم بإذن الله، عايزين الكدني بتاعتنا تفضل سليمة. ازاي نفضل سليمة؟ how to keep، كيف نحفظ ال urinary system healthy، ازاي نحفظ الجهاز البولي ده يفضل healthy وصحي؟ انك انت drink السم ل appropriate. يعني ايه appropriate؟ appropriate يعني كافي. ايه كافي؟ او suitable، تمام، او مناسبة، كمية كافية او مناسبة من amount of clean water، يعني انك انت هتاخد الووتر النظيف كميات منه، amounts كميات مناسبة suitable او appropriate، تمام. يبقى كميات مناسبة من الووتر النظيف ضلي يوميا خلاص، especially خاصة في فصل الصيف، عشان انت جسمك بينزل يعني عرق كتير، سويت كتير، فعشان تعوض العرق ده عشان الجهاز بتاعك يشتغل البولي urinary system لازم تاخد كميات كتيرة من الووتر، amounts كميات من الووتر. كمان ايد بتاكل البلانتد هيلثي فود، يعني الغذاء الصحي المتوازن ذات is low، يعني اللي بيكون منخفض في السولتس، يعني المنخفض في الملح، لان انت لو خدت املاح كتير هتحتاج مية كتير عشان تدوب الملح ده في جسمك، فهتستهلك المية بتاعتك وبالتالي السموم هتبقى اكتر في الكدني بتاعتك. نمبر 3 بيقول لك keep away from irrigation. الحكاية دي مهمة، بيقولك انك انت تجنب انك انت تقعد كده في قنوات الري. يعني ايه قنوات الري؟ يعني المية العذبة كده تقعد تلعب فيها. ليه بقى؟ بيقولك keep away from irrigation، يعني irrigation canals قنوات الري تجنب انك تقعد فيها، او احفظ نفسك ما تقعد فيها. and above تجنب ال urinating enzyme انك تتبول فيهم، من كلمة urinary، تمام خلاص. يبقى urinating enzyme تجنب انك هنا avoid يعني تجنب، يبقى avoid انت تجنب انك ايه تتبول فيهم. to avoid علشان التجنب ده او يعني عشان تمنع نفسك، avoid عشان تتمنع من مرض البلهارسيا. this is تعال نقسمه بكلمة بلهارسيا، this is يعني مرض البلهارسيا، قسموها ل SCH وبعدين is وبعدين to وبعدين some E A I A وبعدين S I S. ده مرض البلهارسيا. مرض البلهارسيا ده لو دخل لك بيعمل bloody urine، يعني ايه؟ بيخلي البول بتاعك دموي، الدودة بتدخل بقى جوه جسمك وبتبقى بتبوظ الكدني خلاص. يبقى عشان كده بيقولك تجنب انك انت تقعد في ال irrigation canals قنوات الري. بيقولك don't keep urine، يعني ما تحفظش، او يعني ما تفضلش اليورين البول بتاعك حافظه كتير في اليورينري بلادر في المثانة for long
اسموها لبيريودس. بيريودس يعني لفترات. because this affects the function of kidneys. عشان ده هيحصل لو انت حفظت البول كتير ومسكته كتير لريدوس لبيريودس يعني لفترات هيحصل تأثير effects يعني هيأثر على وظيفة الكدني بتاعتك وظيفة الكدني وهيأثر عليها بالسلب. كده خلصنا. تعالوا ناخد اخر حاجة give reason you must drink more clean water in summer. ليه لازم تشرب مية نظيفة كتير في الصيف؟ to keep عشان تحافظ على ال urinary system healthy عشان يفضل الجهاز البولي عندك نظيف وكمان صحي. ليه كمان لازم تشرب كتير؟ لان البادي هينتج ساعتها produced more sweat هينتج لك عرق زيادة في الصيف ولازم تعوض العرق اللي بيفقد منك بانك انت تشرب مية تانية علشان urinary system يفضل يشتغل اكتر ويبقى هادي. كده خلصنا. بالنجاح وتوفيق يا رب للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.